بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، اليوم نشوفه إن شاء الله نشوفه صفحة 104 من الكتاب المدرسي. إذا c'est une évaluation formative. مش قال لك هنا، قال لك complétez le texte suivant par les articulateurs manquants puis résumez le. يعني نملؤه أولا بلي زارتيكولاتور. إذا هنا c'est un texte argumentatif. La ceinture de sécurité. Dès 1977, la ceinture de sécurité devint obligatoire en France. Elle fit aussi l'objet de slogans publicitaires tel un petit clic vaut mieux qu'un grand claque. Ainsi, la ceinture de sécurité est passée dans les mœurs de l'automobiliste français. Elle a des partisans et des détracteurs. Les uns lui trouvent des avantages, les autres des inconvénients. Bon, là, c'est une introduction. Yakifiha, quand est-ce que le port de la ceinture de sécurité devint obligatoire? En 1977, ou l'aide minal hayat liyoumiya le français, تحت الشعار ان بتي كليك فو ميو كان غران كلاك. يعني كليك يعني لما الانسان يحط الحزام الامن يدير هذيك يقفلها، يدير هذيك كليك، هذاك سي ان بتي كليك احسن من انه ما يوضحهاش ويصرى له لا قدر الله يحصل له حادث ويرجع ان غران كلاك. يعني كان هذا شغل في لي بيبيسيتي يحطوه لكي يوعوا الناس الى ضروره ارتداء حزام الامن. Ainsi, la ceinture de sécurité est passée dans les mœurs de l'automobiliste français, c'est-à-dire dans la vie quotidienne français. Elle a des partisans et des détracteurs. Les partisans, c'est-à-dire les mouaïdines, les mouaïdines ou les ansars, ou les détracteurs, les mouaïdines ou les mouaïdines, les hizam al-am. البعض يعني على لي بارتيزون قال لك لقاو لها دي زافونتاج، سيتادير اكدوا بلي عندها محاسن، والاخرين لي ديتراكتور يعني المنتقدين قال لك عندها دي زانكونفينيون يعني عندها مساوئ. وهنا كيما راكم تلاحظوا هذا النص الارغومونتاتيف مختلف على النصوص اللي شفتوهم، بحيث النصوص اللي شفتوهم سابقا تكون فيهم لي زارغومون بور يعني حجج للاقناع، اما هنا رايحين نلاحظوا ان هنا الاختلاف في الحجج، يعني فيه الحجج اللي راهي مع الموضوع المطروح، وفيه حجج اللي ما راهاش مع الموضوع المطروح. اذا نشوفوا هنايا في الانترودكسيون قلنا دائما نلقوا لو تام و لا تيس، هذا الموضوع اذا هو لا سيتور دو سيكوريتي هو لو تام. راي الكاتب قال لك بلي الا دي بارتيزون اي دي ديتراكتور، يعني عندها مناصرين وعندها منتقدين. المناصرين يلقوا لها محاسن، والاخرين يعني لي ديتراكتور يثبتوا بلي عندها مساوئ. اذا هذه هي لا تيز. الوغ هنا elle empêche l'automobiliste d'être projeté dans le pare-brise lors des collisions frontales. هنا يقال لك يعني تقي او تمنع السائق من انه يرتطم ولا يرتطم بالبارابريز، يعني داك الزاج تاع اللي قدام. و lors des collisions frontales يعني اثناء الارتطام الامامي فرونتال. Qui a pu voir un accidenté de la route défiguré par les coupures au visage ne doute plus de l'utilité de la ceinture. أكيد يعني اللي شافوا الناس يعني في الحوادث، الناس اللي ما كانوش لابسين حزام الأمن، اللي شاف أنهم تعرضوا للجروح ولا للاصطدام، دي coupures au visage يعني وجوههم تقطعوا ولا، يعرف ويتأكد باللي من الضروري أنه لا سينتور لازم يلبسها السائق. إذا هنا واش نديرو؟ هنا راه يحط في لي زارغومون، هنا باينة هنا لي زارغومون كي سون بور لو بور دو لا سينتور، يعني اللي راهم مع وضع حزام الأمن، يعني لي زارغومون تاع لي بارتيزون. إذا هنا نقولو مثلا تو دابور نوبيش، إذا هنا نقولو تو دابور أولا تمنع السائق من أنه يرتطم بالباربريز وهكذا ما يحصلالوش يعني جروح وكدمات. لا سانتور بروتيجي كونديكتور دو شوك اون روتور، يعني وأيضا دونك هنا نقدرو نقولو اون سويت لا سانتور بروتيج، يعني تحمي السائقين من الشوك يعني من الصدمة. اون روتور يعني لما يرتطم ثم يرجع الى الخلف،
إذا يقدر أيضا يتضرر لكن بلا سينتور، يعني تمنعه من هذا التضرر، سيتادير دو روجي دو كور فيغ لو سياج، يعني لو روجي دو كور يعني فيغ لو سياج اتينيون لا فيولونس دو موفمون الي فيت لي ليزيون سيرفيكال كومينيمون ابلي كو لابان، يعني نفس الشيء تمنعه من هذه الحوادث التي يمكن أن تحدث. إذا هنايا أونسويت من بعد الغوتي لوطوموبيليست سوغ سون سياج لو غاردون دو ليجيكسيون، يعني تحميه تحكمه يعني في المكان تاعه تحميه من ليجيكسيون، يعني من ان يخرج من النافذه ولا يتكسر الباب ويخرج الى الخارج ويرتمي في الشارع مثلا، اذا تحميه لما يكون وضعها. اور سيت ديرنيغ معناتها هنايا اور سيت ديرنيغ اي سوفون مورتريير، لكن هذه أخيرة أحيانا تكون مختخيرة يعني مميتة مميتة، معناتها هنا انتقلنا من لي زاركومون كي سون بور لو بور دو لا سينتور دو سيكوريتي، انتقلنا دركا إلى العكس، معناتها هنا نديرو أونفان، يعني هنا حط لي زاركومون تاع الناس اللي مأيدين وضع حزام الأمن، معناتها هنا نديرو مثلا في الأخير نقولو أونفان إل غوتيا لوطوموبيليست سوغ سون سياج لو غاردون دو ليجيكسيون. اور هنا تبدا يعني هنا نشوفو سيت ان ارتيكولاتور اللي يعكس يعني الرؤيه، ولكن هذه الاخيره سيت ديرنيير اي سوفون مورتريير ايتون دوني لا فيتا جينيرالمون اي لو في دي فيكول، يعني لما تكون السرعه كثيره كبيره اذا واش راح يصرى، لا سينتير دو سيكوريتي ني با سون ديفو، يعني الحزام الامن ليس بدون مساوئ ليس بدون نقائص، سي دي تراكتور يعني الناس المنتقدين تاع لها لو ريبروش اسونسيالمون دو شوز، يعني يذكروا المساوئ مثلا في امرين. اذا هنا واش نديرو بون لا سينتور، اولا لا سينتور دو سيكوريتي ني با سون ديفو هنا، مي لا سينتور دو سيكوريتي ولا سوبوندون ولا مثلا نقولوا تود ما ولا نقولوا مثلا اذا هنا انتقلنا الى لي زارغومون ان نتاع لي ديتراكتور، نقولوا مثلا توت فوا فوالا توت فوا لا سينتور دو سيكوريتي ني با سون ديفو سي ديتراكتور لو ريبروش اسونسيالمون دو شوز توت فوا. الوغ هنا توت فوا شغل ولكن دون بار ال بلوك بارفوا لو كوندكتور دون سا فواتور لو فيزون كورير ان كان d'incendie, le risque d'une carbonisation, يعني من جهة تبلوكيه يعني تشل الحركة نتاعه لما مثلا يتعرض إلى حادث يكون خطير، داك الحادث يؤدي إلى مثلا انفجار ولا حرق في السيارة، إذا هنا بالدهشة يقعد مبلوكي يعني ما يقدر لا يهرب لا يصوتي من هذا، يبقى هكذا يعني مشلول الحركة مبلوكي، ما تجيش الفكرة باش يفتح تمتم على سينتور داك يعني يكون تحت لو شوك، إذا هنا قد يتعرض يقدر يتعرض إلى مثلا إلى كربونيزاسيون، يعني لانسوندي لما تنفجر السيارة ولا تحترق يقدر يتفحم كربونيزاسيون يعني يتفحم. اذا هنا شوفوا دون بار معناتها دون بار حط لك هو لاغومون الاول تاعه، وهنا واش نقولوا دو لوتر بار ولا دوتر بار il arrive qu'elle engendre des fractures de l'épaule par suite d'un blocage des enrouleurs. يعني les enrouleurs نتاعها نتاع دوك اللي يربطوا بهم الحزام الامن يتبلوكاو مثلا، اذا هنا يقدر يعني يتسبب له في دي فراكتور يعني كسور في الاكتاف. اذا هنايا دون بار هنا نقولوا مثلا دوتر بار. ثم عندنا ابريسي او كونتيستي، يعني محبوبه او مؤيده او مرفوضه، لا سينتير دو توت فاسون اي اوبليغاتوار، يعني هذا الحزام هو اجباري اي سني با لو نومبر دو كرواسون دي مور دو لا روت كي انيولرا لوبليغاسيون دو لا بورتي، يعني عدد الاموات ليس كي نقولوا حنا ليس مؤشر لكي نلزم او لا نلزم ارتداء هذا الحزام الامن. اذا هذا فيما يخص لي كونيكتور لي ارتيكولاتور مانكون. الان نشوفوا لو ريزومي، اذا لو ريزومي سي كوا ريزومي، نعرفوا باللي تلخيص تاع هذا، اولا نضع مخطط، اذا
كيفاش هذا المخطط لو بلان يعني لو بلان دو تيكست سادير اون ديفيز لو تيكست اون باراغراف نقسمه الى فقرات ابخي يعني فقرات كيفاش تعلمنا كيفاش نعرفوا الفقرات على مثلا كيكون هذا البياض هذا البياض هنا لا لينيا كما نسموه اذا هذه معناتها هذه سي ان باراغراف هنا تاني شوفوا هنا لي بوينتي يبداو من هنا معناتها كاين هنا بياض معناتها هذه ايضا فقره اخرى هذه ايضا فقره اذا واش نديرو اولا نقسموا النص الى فقرات الى فقرات هذا هو لو بلون تاع لو تيكست من بعد واش نديرو ابري نقراو كل فقره ونفهموها بيان ونستخلصوا منها فكره عامه فكره عامه فكره عامه سي تادير شغل نلخصو اون ريزوم شاك باراغراف اون ايدي جينيرال فكره عامه سون اكسبليكاسيون ني ديتاي يعني بدون ما نحطو الشروحات وال الشروحات والتفاصيل يعني ابخي لما نديرو مثلا هذه الفقره لخصتها في جمله واحده في فكره اساسيه وهذه ايضا وهو الاخرى يعني كل الفقرات كتبتهم لخصتهم في فقره في جمله واحده واش ندير من بعد نربط ما بين هذه الافكار باستعمال ماذا باستعمال هذه الروابط المنطقيه هذا مكان كما هنا مثلا نحاول نلقاو فكره عامه مثلا بالنسبه للفقره الاولى اذا كما شفنا هنا النوعيه تاع النص هذا النص حججي لكن فيه حجج التي مع الفكره ومع الموضوع المطروح وحجج ضد اذا الموضوع هنايا هو لا سينتور دو سيكوريتي لو بور سيتادير دو لا سينتور دو سيكوريتي ارتداء حزام الامن اذا كاين اللي راه مؤيد هذه الفكره كاين اللي ماش مؤيد اللي راه مؤيد عطاني ماذا عطاني هذا حجج دي زاركومون مثلا هنايا هنا مثلا لومبيش لوتوموبيليست داتر بروجيتي بار لو دون لو بار بريز lors des collisions frontales. Et donc, هذه هي الفكرة. أما هذا عبارة عن شرح. Qui a pu voir, etc. هذا عبارة عن شرح. إذا كفكرة أساسية نقولوا elle empêche l'automobiliste d'être projeté dans le pare-brise. نقدر نزيدو lors des collisions frontales. يعني أثناء الاصطدام ولا الارتطام الأمامي. إذا هذه كفكرة أولى بالنسبة للفقرة تاع الأرغيومون الأول. الفكرة الثانية هنا لي زارغيومون كي سون بور. الفكرة الثانية هنايا هي لا لا سينتور بروتيج لي كونديكتور دو شوك اون روتور خلاص كي تشوفونا سي تادير معناتها الشرح لا انا يهمني هذه فقط يعني الحجه فقط اذا الماده تعمل ايضا انها تحمي السائق من الشوك من الاصطدام اون روتور دونك هذه الفكره الثانيه الفكره الثالثه عفوا اذا الفكره الثانيه قلنا elle protège الفكرة الثالثة elle retient l'automobiliste sur son siège le gardant de l'éjection يعني تحميه ولا تشده في المكان تاعه يعني يضمن هنا السائق انه ما راحش يطيح يسقط في الخارج اذا هذيك الفكره الثانيه اذا elle retient l'automobiliste sur son siège خلاص هنا عباره عن شرح فقط بون هذا بالنسبه لي زارغومون كي سون بور نشوفوا الان لي زارغومون كي سون كونتر لا كونتيستاسيون اذا عندنا لا سينتور دو سيكوريتي ني با سون ديفو لي رومي اي ني با سون ديفو الوغ دو بار نقولوا مي نقولوا مي لا سينتور دو سيكوريتي هنا شغل هادي لو مي سي سي ان كونيكتور كي c'est un connecteur qui exprime le rapport de d'opposition تاع المعارضه يعني كنا في فكره ورايحين نروحوا للضد تاع الفكره نتاعها اذا مي لا سينتور دو سيكوريتي ني با سون ديفو بوين اذا هنا نحبسوا خاطر انتقلنا من فكره الى فكره اخرى بلا ما نديروا هادو سي ديتراكتور لو ريبروش بوركوا ال ني با سون ديفو اذا نقولوا مثلا دو بار ال بلوك بارفو لو كوندكتور دون سا فواتور هنا نحبسوا هذا بروميي لو بروميي ارغومون بريزونتي بار لو ديتراكتور يعني الناس اللي منتقدين هذه الفكره الثانيه دوتر بار الى ريف كي لونجوندر دي فراكتور دو ليبول اذا بار سويت دان بلوكاج دي زونغولور هنا فقط شرح اذا هادو هما لي دو ارغومون كو كافونس لي ديتراكتور باللي دو بار ال بلوك بون نقولوا قبل باللي لا سينتور دو سيكوريتي ني با سون ديفو ولا مثلا لي ديتراكتور لو ريبروش اسونسيالمون دو شوز ولا ديريكتومون يل ريبروش دو بار
elle bloque parfois le conducteur dans sa voiture, et d'autre part, il arrive qu'elle engendre des fractures de l'épaule. Et d'un autre moment, au fil d'un nous colons la conclusion, l'IA est barane et décrire la thèse, et d'un la thèse, le fikra, la ceinture de sécurité est obligatoire. يعني شرحت شوفوا مباشرة الحلول إذا تو دابور لومبيش لوتوموبيليس اكسيتيرا بعد انسويت انفان هنا يا توت فوا لا سينتور سيكوريتي ني با سون ديفو ولكن حزام الامن ليس بدون مساوئ مثلا اذا من جهه اذا تشل حركه السائق في السياره نتاعه او تحبسه ومن جهة أخرى إلى غيف كالونجون يعني تتسبب في جروح مثلا في الأكتاف هذا فيما يخص الكونيكتور الشطر الأول من السؤال قال لك كومبليتي لو تيكست سويفون بار لي كونيكتور مانكون يعني لي كونيكتور الناقصين ثم إذا ثم عندنا فوالا عندنا لو ريزومي لو ريزومي إذا لا سينتور دو سيكوريتي إت انديسبونسابل هذيك تاز اذا لا سينتور سيكوريتي سي لو تام اي انديسبونسابل ميم بور لي سي ديتراكتور اذا ضروريه حتى للمنتقدين تاعها اذا هذه سي اون تاز راكم تشوفوا هنا لي كونيكتور قلنا نلخصوا كل فقره في جمله قصيره هذه الفقره الجمله الاولى ال امبيج لا بروجيكسيون دون لو بار بريز دو لوتوموبيليست جمله ثانيه ال بروتيج لو كونديكتور دو شوك اوف اي اونفان ال لو روتيان سور سون سياج راكم تشوفوا هنايا لي زارغومون تاع المؤيدين نتاعها تاع لي بارتيزون تاعها راكم تشوفوا هنا لي كونيكتور لوجيك اذا ما درناش كل كونيكتور بالجمله تاعهم بعد في الجمله الثانيه يعني كل ارغومون على حده لا انا باسكو هنا سي ان ريزومي اذا تحطهم كامل مع بعض اذا لكي يكون يعني هذاك شغل تعبير ملخص اذا ماشي كيما الفقره تكتبوا كل وحده على حده وتروحوا السطر الجديد باش تكتبوا لاغيومون ثاني الى اخره لهنا تحطوا كامل مع بعض اذا حطينا اولا لي زارغومون تاع الناس اللي مع ارتداء حزام الامن ثم شوفوا هذا لومي هذا يدل على ضد المعارضه يعني اكسبريم لو رابور دوبوزيسيون مي ولا سوبوندون ولا Alors, mais ses détracteurs lui reprochent de bloquer le conducteur. C'est le premier argument. C'est bloquer le sa'iq en cas de danger. Et aussi, peut lui provoquer des fractures. C'est les deux arguments les détracteurs. Comme tu vois, وفي الاخير لا كونكلوزيون كيما نعرفوا هي اعاده اثبات لا تيز نتاعنا دون تو لي كا لا سينتور دو سيكوريتي اي اوبليغاتوار هذا فيما يخص الصفحه 104 حبيت نعملها معكم يعني على الاقل تعرفوا كيفاش تلخصوا مثلا لو كان يجيكم نص تاع ارغومونتاتيف على شكل يعني فكرتين يعني معارضتين يعني دي زارغومون بور و دي زارغومون كونتر مثلا إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا نلتقي مجددا إن شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته